كانت الساعة تشير إلى منتصف الليل عندما أخذت وحدة كوماندوس من قوات سوريا الديمقراطية تستعد لمداهمة خلية لتنظيم داعش في ريف دير زور الشرقي. لم يتم إطلاعنا على وجهتنا بشكل محدد. حصلت سكاي نيوز عربية على موافقة لمرافقة وحدة خاصة من وحدات الكوموندوس التابعة لقوات سوريا الديمقراطية لمداهمة خلايا تنظيم داعش. بحسب المعلومات هناك أيضا مقاتلات من قوات سوريا الديمقراطية احترازا لوجود نساء داخل هذه المنازل التي ستداهمها هذه الوحدات. سنمر على أخطر جسر في هذه المنطقة، حيث يشهد بشكل مستمر تفجير ألغام في عربات قسد والتحالف الدولي. راودنا شعور بالقلق عندما علمنا أن وجهتنا هي بلدة شحيل التي تشهد نشاطاً لخلايا التنظيم وتعتبر من أخطر المناطق في ريف دير زور الشرقي. انقسم مقاتلو الكوماندوس إلى ثلاث فرق، فرقة الاقتحامات وأخرى لتأمين الطريق وثالثة لحمايتنا. انتظرنا هنا لأكثر من ساعة حتى بدأ الاقتحام. الرفقات كلهم ورا جاهزين؟ جاهزين هفا جاهزين أي. ربع ساعة كانت كفيلة بالقبض على اثنين من مقاتلي داعش وبرفقتهم أسلحة متوسطة وخفيفة وبعض القنابل اليدوية. نقوم بعملياتنا ضد تنظيم داعش في مناطق شحيل ومناطق الصحراء ومناطق القريبة من النهر. طبعا عملياتنا عمليات نوعية ومكلفة قوات الكوماندوس بالقيام بهذه العملية، لأنه متلقي هالقوات قواتنا تدريبات خاصة من أجل العمليات الخاصة. المعلومات الاستخباراتية من رفاق الاستخبارات اللي اجتنا هي أنه هالخلية جاية من طريق الصحراء عم تفوت تنفذ عمليات ما قرب النهر. تشهد هذه المناطق بشكل يومي مداهمات من قبل وحدات الكوماندوس، وبحسب القيادات فإن قوات التحالف الدولي تشارك في العمليات الكبيرة التي تتطلب دعما جويا وخاصا. وشهدت هذه المناطق في الآونة الأخيرة استهدافا لعناصر قوى الأمن الداخلي وأيضا لوجهاء العشائر. هجر سيد سكاي نيوز عربية، ريف دير زور الشرقي، بلدة شحيل.